السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. اليوم جبت لكم كريم ديسير. إليكم المقادير. بسم الله، عندي نصف لتر حليب، زوج مغارف مايزينا، ربع مغارف سكر، وعندي بو ياغورت فرويتي، وعندي هنايا لي فريز درتهم في شويه سكر. نصف لتر تاع الحليب ديره صافي. هذه كيما كريم باتيسير، نديرو المايزينا ونزيدو السكر، ربع مغارف، درت زوج مغارف في نصيف راه حليب، زوج مغارف مايزينا، وثلاث مغارف وربع مغارف سكر، نخلطهم مليح، دروك نحطهم فوق فوق الغاز، في راني حطيتهم فوق الغاز وما توخروش قاع يتخم من وعدو كي تخلطو خاطشي المايزينا تقعد تحت لاصقة وتشيط لكم. نقعدو حتى يبقى الخليط، نقعدو نخلطو حتى يبقى الخليط. دوك نديرو هنايا الفراولة، درت لها شوية سكر وخليتها، طلقت هذا السيرو تاعها، نحطه هنايا، من بعد رانا نطيبو في ال كريم باتيسير، هاذي هاديك كريم باتيسير. دوك أريد قالت الكريمه دوك نديرها في زلافه تبرد، عادك تتبرد مليح ونزيدو لها البو تاع الياغورت. بردت دوك نفرغوا هذا البو تاع الياغورت تاع الفخويتي فيه لي فريز بالفراوله، نخلطو بالباتور. زدت هنايا شويه جو تاع لي فريز، زدته دوك نعمر لي غام كان تاوعي هنايا، وهنايا درت نص كاس شونتيي معاها ربع كاس حليب بارد ولا غوم تاع لي فريز. الديسير تاعي راه وجد، وصحه فطوركم في فرصه اخرى ان شاء الله.